إلى صميم القلب وفي لب الموضوع رأسا. ومواضعنا شائكة وتهم كل واحد منا مهما كانت ديانته ومهما كانت عقيدته. وأول حلقة هنبتديها النهاردة هتكون عن صوم رمضان. أتسبونا، ما معنى كلمة رمضان؟ رمضان لما بنبحث عنها في المعاجم والقواميس زي مثلا المعجم الوسيط الجزء 1 صفحة 373 جاية من المصدر بتاعها رامضة، يعني اشتد حره. وفي دائرة المعارف الإسلامية جزء 17 وصفحة 5197 بيقول رمضان مشتق من الأصل رمضة، وفي ذلك إشارة إلى حر الصيف، مما يدل على الفصل الذي وقع فيه هذا الشهر من فصول السنة. وفي كتاب حلية الأنبياء لأبي نعيم الأصفهاني صفحة 1458 قال أبي الدرداء: خرجنا مع رسول الله في شهر رمضان في حر شديد، حتى إذا كان أحدنا لا يضع يده على رأسه من شدة الحر، وما فينا صائم إلا رسول الله وعبد الله ابن رواحة. الكلام ده موجود على موقع www.alwarraq.com على الانترنت، فممكن اللي يحب الاستزادة عن مصدر الفعل وعن معنى الكلمة يقدر يشوفها. شكرا أتسابونا. فرض صوم رمضان، امتى اتفرض في القرآن؟ وهل فرض في القرآن أم لا؟ ده طبعا بالتأكيد موجود في القرآن في سورة البقرة 183 وإلى 187 بتقول: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن فمن شهد منكم الشهر فليصمه. ده اللي جه في القرآن عن شهر رمضان. نعم. هل كان في أصوام سابقة في رمضان أو قبل رمضان أو غير رمضان؟ هل كان العرب في شبه الجزيرة العربية قبل الإسلام بيصوموا؟ والحقيقة عشان نتكلم عن أصل فريضة صوم رمضان يلزمنا أن احنا نشوف دائرة المعارف الإسلامية بتقول لنا إيه؟ ودي دائرة المعارف الإسلامية، أرجو من الكاميرا توضحها. دائرة المعارف الإسلامية جزء 17. نعم. وفي صفحة 104 صفحة 5197 5197 بتقول إيه عن الصوم؟ بتقول: جاء في الروايات اليهودية اليهودية نعم أن شريعة موسى أنزلت في يوم الكفارة عاشوراء. نعم. هذا اليوم هو الأصل في قيام رمضان. فكان في الواقع هو السبب في سنة هذه الفريضة. يبقى ده من اليهودية من أيام عاشوراء يوم الكفارة بتاع اليهود. يوم الكفارة طبعا كلنا فاكرينه، اللي هم اللي بدأ فيه الحرب بتاعة 73 انتهزوا يوم الكفارة واليهود بيعيدوا بالكفارة. فهذا اليوم قديم عند اليهود وكان اسمه في الجزيرة العربية عاشوراء اللي أخذوها منها برضو. فهو ده أصل الصوم كما تقول دائرة المعارف الإسلامية في صفحة 5197. وتكمل تقول: وتم الاستعاضة عن عاشوراء بالأيام العشرة، ولعلك لو تجد المقابلة بين عاشوراء وعشرة. نعم. والكلام ده جه في سورة البقرة 184 إشارة عليه كما تقول دائرة المعارف الإسلامية: أياما معدودات لا بشهر كامل. وهذا يتفق برضو بتكمل وتقول: وهذا يتفق
وأيام التوبة العشرة عند اليهود السابقة على يوم الكفارة، والتي بقيت إلى يومنا هذا ماثلة في أيام الاعتكاف العشرة. فأصل فريضة صوم رمضان متخذة من يوم الكفارة عاشوراء والعشر أيام اللي كانوا قبلها اللي هم عاشوراء عشرة، فده أصلها يعني من اليهودية. يعني أنت بتقول إن كان في صيام سابقة لرمضان، أصوام سابقة لرمضان. أه طبعا. طيب إذا كان الموضوع كده، أهمية رمضان في الإسلام إيه؟ رمضان أهميته في الإسلام يقولون أنه نزلت فيه كتب الأنبياء جميعا. فصحف إبراهيم نزلت يوم واحد رمضان، التوراة نزلت في 6 رمضان، الزبور نزل في 12 رمضان، الإنجيل نزل في 13 رمضان، القرآن نزل يوم 24 رمضان. وبيقول أن نزلت الكتب جملة وعلى محمد مفرقا. طب أنا بقول يعني رمضان ده اللي هو بتاع المسلمين، ولا رمضان بتاع الحنفاء، ولا رمضان بتاع اليهود، ولا رمضان بتاع النصارى؟ أي رمضان فيهم عشان ينزل؟ وبعدين ينزل جملة إزاي رغم أن التوراة لوحدها كذا سفر، تنزل جملة إزاي؟ والأنبياء كذا سفر ينزلوا جملة إزاي؟ وبعدين فين صحف إبراهيم؟ هل نزلت جملة وفين هي الآن؟ طيب دلوقتي احنا سمعنا يقول لك اللي يصوم يوم عاشوراء تغفر له السنة الماضية، واللي يصوم يوم عرفة تغفر له السنة الماضية والسنة المقبلة. وصيام رمضان يقول في صحيح البخاري حديث 38: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. تقت رمضان بليلة القدر. ليلة القدر في سورة القدر يقول إنا أنزلناه في ليلة القدر إلى آخره. وفي دائرة المعارف الإسلامية جزء 17 يقول إن آراء المسلمين في ليلة القدر تتفق من عدة نواحي مع يوم الكفارة عند اليهود. وتقول تاني كان لشهر رمضان صبغة مقدسة خاصة في العصر السابق على الإسلام بسبب مجيء ليلة القدر فيه، وكان أيضا معروفة عند العرب قديما. فإذا كانت معروفة ليلة القدر من القديم. طيب جواز الإفطار، هل ممكن للمسلم أنه يفطر في رمضان؟ الحقيقة ألا يتضح أمامنا جليا بالبراهين والأدلة وبشهادة القرآن نفسه أن صوم رمضان كان موجودا قبل الإسلام عند اليهود والنصارى والصابئة والحنفاء إلى آخره؟ فكيف يقال أنه موحى به من الله ومنزل من الله؟ أولم يتضح كذلك بالبراهين والأدلة أن ليلة القدر كانت معروفة قبل الإسلام؟ فكيف يقولون أنه نزل فيها القرآن؟ أنا بأناشد الأحباء المسلمين أنهم يفكروا في الحاجات دي، وأطلب من ربنا ينور قلبك ويكشف لك الحقيقة لتعرف الله والحق. آمين. آمين. شكرا أستاذ أبونا.